غزة تشيع أطفال الشاطئ. وتستعد لتشييع أطفال جدد. الاحتلال يصعد عدوانه على القطاع براً وبحراً وجواً. ماليزيا تطالب بفتح تحقيق بعد إسقاط طائرتها ومقتل جميع ركابها. عودة المارينز من باب أمن السفارة. The Marines themselves, the Marine Security Guard program is an internal program. It doesn't have to do with outside security. إلى أين يضخ نفط الخلافة؟ هيدا اليوم موضوع النفط طريقة بيعه هيدا بيأكد إن عاملين كل التغطية السياسية والاقتصادية والمالية ليقدر هذا التنظيم يتمول. عقوبة الإعدام بين حق الضحية والحق العام. صباح الخير. عشرة أيام ولحم غزة يتطاير شظايا قذائف. لا هو سحر ولا هو أعجوبة، إنه سلاح غزة في الدفاع عن بقائها وفي استنزاف العدو. عشرة أيام وزمن غزة كان فيها زمنا آخر، زمنا انقلبت فيه المعادلة كما ميزان القوى. وما بعد حيفا وتل أبيب وبئر السبع فرض على مصاص دمها إعلان هدنة سماها إنسانية. فهل فاقد الإنسانية يعطيها؟ غزة اليوم كما الأمس كما ستكون غدا حقل تجارب لكل صنوف الأسلحة، لكن بإرادتها تقدم لحمها المر وتسكب دمها. هي اللصيقة بعدوها وهي البعيدة من أقربائها، ظلمها ذو القربة وسد منفذ الهواء إلى رئتيها، لكنها وهي تتنفس من مسامات جراحها جعلت العدو يعض على جراحه ويستجدي تهدئة سارت فيها مصر ومعها السلطة الفلسطينية، وبظهرهما وفد إسرائيلي يجوب آفاق القاهرة. وإذا كان الأقربون أولى بالمعروف، فعلى مصر عبد الفتاح السيسي أن لا تتهم حركة حماس وتقول لها إنها كان يمكنها إنقاذ حياة مئات الفلسطينيين لو قبلت مبادرة التهدئة، وأن لا تعطي سق براءة لنتنياهو ووزير حربه لبدء هجوم بري وبحري وجوي على غزة منذ الليلة الفائتة. وكان الأجدى بمصر عبد الفتاح السيسي أن تترجل عن موقف المنقذ وتوجه إنذارا مصريا حقيقيا إلى كيان الاحتلال، متسلحة بمئات الشهداء وآلاف الجرحى الغزيين في جريمة حرب مستمرة على القطاع. والجريمة الكبرى هي في السكوت عن هذه الجريمة. وفيما بعض الشارع الغربي ينتفض على حكوماته نصرة لغزة، لم يرصد حتى اللحظة في الشارع العربي أي مشهد يحفظ ماء الوجه، حتى ليصح القول كما تكونون يولى عليكم. تصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي مساء أمس على مختلف المناطق في غزة، ما أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء، ثلاثة منهم من عائلة واحدة، والقسام تطلق مزيدا من الصواريخ باتجاه حيفا. تفاصيل ليلة غزة مباشرة عبر الهاتف من القطاع مع الزميل محمد المدهون. محمد، بداية صباح الخير، وماذا عن ليل غزة مع تصاعد العدوان، وماذا أيضا عن أحوال الغزيين هذا الصباح؟ نعم ليلى ساخنة جدا شهدها قطاع غزة خلال الساعات الماضية. أبدأ مما حدث لنا قبل قليل في برج الجوهرة في وسط مدينة غزة في المكتب الصحفي الذي كنا نبيت فيه، حيث استهدف هذا البرج، استهدفت الشقة التي بجوارنا، وهناك العديد من المكاتب الصحفية وشركات الإنتاج التي تقدم الخدمات للقنوات العربية والأجنبية. تضررنا بشكل مباشر من هذه الغارة بصاروخين من طائرة أباتشي أرسلا على شقة مجاورة لنا، ثم كان أن أخلينا البرج ونحن الآن نعاين الأضرار بعد أن أتى هذان الصاروخان على الكثير من المعدات والأملاك ومقدرات العمل التي كنا نستخدمها.
الليلة الماضية شهدت توغلا في جنود الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق. نبدأ من شمال قطاع غزة، حيث قالت كتائب القسام إنها فجرت 4 عبوات أفراد في قرية أم النصر شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفجرت أيضا عبوة ناسفة في آلية عسكرية كانت تتواجد في تلك المنطقة. الاشتباكات الأشرس والأعنف على الإطلاق جرت في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، تحديدا في منطقة بني سهيلة شرق محافظة خان يونس، حيث تدور الأنباء عن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة بين سرايا القدس وكتائب القسام بالقرب من عمارة عاشور، بين المقاومة من جهة وبين القوات الخاصة الإسرائيلية التي توغلت. وقبل قليل كتائب القسام أرسلت لنا رسالة تقول فيها إن أحد قناصيها تمكن من إطلاق النار بشكل مباشر على جندي من جنود الاحتلال المتواجدين في تلك المنطقة. كتائب القسام قالت أيضا إنها خاضت اشتباكا عنيفا مع قوة إسرائيلية خاصة تسللت قرب مدرسة الزراعة في بيت حانون وأرغمتها على الاندحار. أيضا الكتائب باغتت قوة خاصة حسبما أعلنت تسللت إلى منطقة الحصينات شرق مدينة رفح جنوب القطاع واشتبكت معها وجها لوجه حسبما أعلنت، وعلى بعد فقط 10 أمتار، ما أدى إلى اندحارها بعد وقوع إصابات محققة في صفوفها. المقاومة أيضا قصفت الحشودات العسكرية المحيطة بقطاع غزة، موقع زكيم وموقع صوفا، بقذائف الهاون وبصواريخ 107، وهناك الحديث عن الكثير من الشهداء الذين لم تستطع الطواقم الطبية انتشالهم في الحدود الشرقية لمناطق قطاع غزة، تحديدا مدينة خان يونس ومنطقة بني سهيلة في خان يونس جنوب القطاع. وقد أعلن عن 4 شهداء من عائلة رضوان، وكذلك هناك شهيدان و25 إصابة في قصف مدفعي لبيت حانون، وأيضا استهداف منجرة في خان يونس. في مثل هذه الحالات وفي حالات التوغل البري لقوات الاحتلال، الأنباء ترد بصعوبة وطواقم الإسعاف لا تستطيع التحرك بسهولة، وهي معرضة مثلها مثل غيرها لإطلاق هذه القذائف المدفعية عليها، ولذلك فإن الأنباء ترد بشكل بطيء جدا. نعم. وبعض المناطق تحديدا شرق شارع صلاح الدين صارت معزولة تقريبا عن قطاع غزة، رغم أن المقاومة تؤكد أنها لم تسمح لهذه القوات الخاصة بالتوغل إلا لبضع الأمتار، وعجلتها بالكمائن وبالاشتباكات حتى الآن. هذه هي الأنباء التي توفرت لنا بعد 8 ساعات تقريبا من إعلان بدء العملية البرية المحدودة في قطاع غزة. نعم. والتي قال المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي إن هدفها هو تنظيف الحدود كما سموها، بإيقاف الأنفاق الهجومية التي تستخدمها المقاومة للتسلل، وهذه مجرد خطوة أولى الآن. وفي الساعات القادمة ربما سيكون هناك اجتماع للكابينت الإسرائيلي أعلن عنه مساء أمس لدراسة توسيع العملية العسكرية. كل المؤشرات تؤدي إلى نقطة واحدة مفادها أن التصعيد يكبر ويكبر أكثر فأكثر، وأن إسرائيل تريد أن تضغط أكثر على الناس وعلى المقاومة حتى تدفعها للقبول بالمبادرة المصرية التي كانت قد رفضتها قبل أيام. وهناك تقارير تحدثت عن تواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس هاتفيا مع أمير قطر، وطلب منه أن يضغط على حركة حماس للقبول بالمبادرة المصرية، هذا مع الكثير من الحراك السياسي الذي يجري حاليا في القاهرة. الزميل محمد المدهون من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. غزة شيعت أطفال شاطئها الذين حصدتهم بوارج الاحتلال أمس وهم يلعبون كرة القدم. تقرير من القطاع للزميل محمد المدهون. في هذا المكان على الشاطئ ارتكبت البوارج الحربية الإسرائيلية مجزرة قتل أطفال عائلة بكر الأربعة الذين يسكنون بمحاذاة الشارع.
قذيفة أطلقت على إحدى الكرفانات خلفنا ما دفع الأطفال للهروب بهذا الاتجاه، لكن قذيفتين أخريين استهدفتهم بشكل مباشر ما أدى إلى استشهادهم. هذه المنطقة لا يمكن أن تكون منطقة عمليات للمقاومة لأنها مملوءة بالفنادق والأبراج التي تمتلئ بمكاتب الصحفيين، وهو من حسن الحظ ما سمح بتوثيق هذه الجريمة بكافة مراحلها. عاهد وزكريا ومحمد وإسماعيل أبناء عم استشهدوا في لحظة واحدة، وهذا بيت عزائهم المشترك، واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت منذ بدء العدوان لطبيعة أهدافها ولزمان ومكان ارتكابها في منطقة ساقطة أمنيا. شهداء بكونوني ابني وبن ابني وبن أخويا وبن أختي، واللي مصابين واحد بكون ابني وبن أخويا في المستشفى وحالتهم غير متوسط، يعني غير بتطمئنش، لأنه ابن أخويا في رصاصة لسه، في شظايا في صدره، وابنه عنده مقطوع الوتر في إيده وفي هواية في رجله، والله يشفيهم. هذا عاطف بكر البالغ من العمر 30 عاما، والد الشهيد عاهد، وهؤلاء بناته الأربعة اللواتي فقدنا شقيقهن الوحيد. والله هو على 4 بنات فعلا، ما فيش، ما عنديش إلا هو. والله يا شيخ ناجح في المدرسة، يعني بياخذها الاول على الصف وعادي، يعني ولا بطلع ولا بنزل، بس خلص سبحان الله بروح مع عمامه بالعبان في الحاره، لانه بكذا مره يروح الاولاد ويلعبوا ويجوا، وقبلها بيوم الله كانوا رايحين ونكدنا عليهم مع هذه الفطره، غابوا بعد المغرب لما افطرنا، يعني مأمنين منطقه امنه ما فيش فيها خطر، اولاد اطفال بيلعبوا. تعيش عائلة بكر في حي ملاصق للشاطئ، ويعمل معظم رجالها في الصيد. البحر بالنسبة لأطفالهم هو الباحة الخلفية لمنزلهم. العائلة ممتدة، يعيش الأب الكبير مع ابنه المتزوج مع أحفاده. الكل هنا، ورغم عظيم المصاب يطالبون المقاومة بالمواصلة حتى تحقيق المطالب. الله يمد بعمرهم، ولو عندي 10، عندي ولد واحد راح لي أحطه للمقاومة تحت رجليهم، عشان هم اللي هينصرونا مش العرب. العرب بتخزلوا قاعدين بتامروا علينا، المقاومة تسلم سلاحها لا، كلنا نموت تحت رجليهم في غزة، والمقاومة مقاومة، يفتحوا المعابر وكل طلباتهم تنفذ. يضاف الأطفال الأربعة ضمن 75 شهيدا في 16 مجزرة عائلية ارتكبتها إسرائيل، معظم ضحاياها من الأطفال والنساء والمسنين. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين. الاحتلال إذن يواصل غاراته على غزة، والمقاومة ترد بالصواريخ. حماس تنفي الاتفاق على تهدئة، وتل أبيب تسوق لها. لم يختلف أمس غزة عن يومها هذا. بالأمس استشهدت ياسمين وأسامة وكوثر وحسين الأسطل، ولم تكد مراسم التشييع هنا في خان يونس تنتهي حتى انضمت إليهم فلة وجهاد ووسيم شحيبر على يد آلة القتل الإسرائيلية عينها، إذ استشهد الأطفال الثلاثة في غارة جوية لجيش الاحتلال على حي الصبرة جنوبي القطاع. ورداً على الغارات، دكت سرايا القدس العين الثالثة بعشر قذائف هاون وأشكول ومفتاحين ب12 صاروخ 107، وأشارت وسائل أعلام إسرائيلية إلى نشوب حريق في مكان سقوط الصواريخ. وكانت المقاتلات الحربية الإسرائيلية قد واصلت عملياتها العسكرية في غزة لليوم 10 على التوالي، مستهدفة المدنيين ومنازلهم. وأدت الغارات إلى ارتفاع عدد الشهداء بين الفلسطينيين إلى 227 شهيدا وأكثر من 1685 جريحا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. جديدة، هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين لا ذنب لهم. في الموازاة، وفي ظل الكلام الإسرائيلي عن مساعي للتهدئة، نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس رسميا التوصل إلى أي اتفاق هدنة شاملة مع إسرائيل، غير أنها أكدت استمرار مساعي الوساطة المصرية في القاهرة بينها وبين مسؤولين إسرائيليين. حتى اللحظة لا جديد بشأن موضوع التهدئة، والأنباء عن وجود تفاهم حول هدوء ميداني جديد يوم غد
وأمر غير صحيح وعار عن الصحة تماماً، والمصادر الإسرائيلية تروج لهذه الأنباء الكاذبة بهدف تضليل الرأي العام العالمي وإشغاله عن حقيقة وحجم الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. وجاء نافي حماس بعد تصريحات لمسؤولين إسرائيليين قالوا أن هناك وقف شامل لإطلاق النار في غزة سيطبق بدءا من الساعة 6 صباح الجمعة. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أحبط محاولة تسلل قرب معبر كرم أبو سالم جنوبي شرق رفح في القطاع. أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن الطائرة الماليزية أسقطت شرق أوكرانيا بصاروخ أرجو، وأمرت الحكومة الأوكرانية بفتح تحقيق في ملابسات سقوط الطائرة، في وقت أعلن الانفصاليون الأوكرانيون أنهم عثروا على الصندوقين الأسودين للطائرة. ونتيجة لذلك أعلن عدد من شركات الطيران العالمية مثل الفرنسية والتركية والألمانية والروسية أنها ستتجنب التحليق فوق الأجواء الأوكرانية، كما أمرت الحكومة الماليزية بفتح تحقيق فوري بشأن تحطم الطائرة. حادث إسقاط الطائرة كان محور بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وعرب بوتين عن أسفه البالغ وقدم تعازيه إلى رئيس الوزراء الماليزي. هذا واعتبر مصدر في الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي أن طائرة بوتين يمكن أن تكون الهدف المحتمل للصاروخ الأوكراني الذي أسقط طائرة الركاب الماليزية. وفي حديث لوكالة انترفاكس الروسية قال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن مسلي الطائرة الرئاسية والطائرة الماليزية تطابقا في نقطة واحدة، وحدث ذلك قرب العاصمة البولندية وارسو. وأشار المصدر إلى أن الطائرتين متشابهتان من حيث شكلهما وحجمهما، أما لونهما فيبدو من مسافة بعيدة وكأنه نفسه لدى كلا الطائرتين. وكان ركاب الطائرة الماليزية قد قتلوا جميعا من جراء سقوطها فوق أراضي أوكرانيا. فيما لا يزال مصير طائرة الركاب الماليزية التي اختفت قبل أشهر وشغلت العالم وفرق الأبحاث لا يزال مجهولا، مني أسطول النقل الجوي الماليزي بنكبة جديدة مع تحطم طائرة تقل 295 راكبا في أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا. مصدر في الطيران الروسي لفت إلى أن الطائرة من طراز بوينغ 777 أسقطت على ارتفاع 10 كيلومترات في مقاطعة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا، وأشار إلى أن الطائرة كانت تنفذ رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور، وكان على متنها 280 راكبا والطاقم المكون من 15 شخصا. وأكدت الخطوط الجوية الماليزية أنها فقدت الاتصال بطائرة الرحلة MH17 من أمستردام، وأعلن مستشار الداخلية الأوكرانية أن جميع ركابها قتلوا في الحادث، ولم يستبعد الرئيس الأوكراني أن تكون الطائرة قد أسقطت. وشرعت الطائرة على بعد 50 كيلومترا قبل دخولها المجال الجوي الروسي في الانخفاض، ثم عثر عليها قرب مدينة شختيورسك في مقاطعة دونيتسك في أراضي أوكرانيا وهي تحترق. ونفى قادة جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد ضلوع قواتها في إسقاط الطائرة الماليزية، واتهموا الجانب الأوكراني بالحادث. رئيسة القسم الإعلامي والثقافي في السفارة الأمريكية روبن هولز هاورد تقول إن أفراد قوات المشاة البحرية الأمريكية القادمين إلى السفارة لهم مهمات داخلية فقط، وفي مقابلة مع الجديد تؤكد ثقة بلادها بالقوات الأمنية اللبنانية. هناك بعض التقارير تشير إلى أن السفارة الأمريكية بصدد استخدام عدد من قوات المارينز لحماية السفارة، ما صحة هذه المعلومات؟ Well, we have within the Marine Corps, we have a special program called the Marine Security Guard program. It's a worldwide program that's been in existence since 1948. And the primary mission of these groups of Marines when they come to an embassy is to protect the equipment and the information related to national security as well as personnel. So it's really an internal process and an internal job that the Marines will be doing when they come. Some said they are about 500? No. the Marine Security Guard program is a small, very elite program for the Marines. They have to apply to get into it. And depending on the post, there's a variety of different numbers that different posts have. But certainly nothing that large at all, no. I don't know the exact number right off the top of my hand, and usually we don't talk about security numbers. هل هذا دليل على عدم ثقة بالقوات الأمنية اللبنانية؟ Oh no, we have an excellent relationship with local guards, with local municipalities, with the Lebanese armed forces. We are in constant, almost daily contact with all of them. We trust their abilities, their skills,
their enthusiasm for the job. We put our life in their hands, and we trust them immensely with that. The Marines themselves, the Marine Security Guard program is an internal program. It doesn't have to do with outside security. We really enjoy a great relationship here with all the security forces. We've been great partners in both that area and many other areas, and we look forward to continuing that partnership and exploring the different values and interests that we have in common with the Lebanese. هذه الإجراءات التي السفارة بصدد اتخاذها، البعض يعتبره في إطار هناك تهديد معين أو خطر قادم على لبنان. No, this is a decision that was made more than 18 months ago to expand the program worldwide. And so it's something that's been in the planning stages long before some of the recent troubles we've seen here in Lebanon. And it's also going to be expanded worldwide, not just here, not just in the Mideast. Well, the decision to augment the Marine Security Guard program worldwide did come after the incident that we had in Benghazi, where we lost our ambassador and several other of our employees. That made people take a broader look at security worldwide, but it's not necessarily linked to anything that's happening currently or that happened in the last couple of weeks. It's a more long-term project than that. البعض يربط هذه الإجراءات بما يحدث في المنطقة وتحديدا العمليات التي تقوم بها داعش والإشكالات التي تقع على الحدود اللبنانية السورية. Yeah, no, the Marine Security Guard deals with internal security, deals with helping personnel, deals with keeping equipment and information safe. And again, it's something that we've had a formal agreement with the Marines for since 1948. They're in about 162 different missions that we have worldwide for literally decades. So it's not related to any particular time, any particular country. I know the timing is coincidental, but I can see where, you know, because we've had, especially in June, we had a lot of bad things happening here in Lebanon. So I can see why people might make that. But it's been something that's been talked about for a while. ما مصير أحكام الإعدام في ظل وجود 64 محكوما عليهم بهذه العقوبة؟ تحقيق للزميل ناصر بلوط. 10 سنوات مرت على آخر مرة حصل فيها تنفيذ حكم الإعدام في لبنان. أحمد منصور وريمي زعتر وبديع أبو حمادة كانوا آخر من نفذ بحقهم هذا الحكم، والذي تحول إلى مجرد مادة في القانون لا تجرؤ الدولة على تنفيذها لاعتبارات عدة أهمها الاعتبارات الطائفية. إلغاء عقوبة الإعدام لا يعني إلغاء العقوبات. ينزل بالمجرم عقوبات قاسية، تقدر تكون سجن مؤبد، وهذه عقوبة قاسية جدا بالنظر لحال السجون في لبنان. إلغاء عقوبة الإعدام يؤدي إلى وقف ثقافة القتل على يد المجرمين وعلى يد الدولة. لأني برفض القتل أنا برفض عقوبة الإعدام، لأنه أثبتت التجربة بالعالم وفي لبنان إنزال عقوبة الإعدام ما بتوقف الجرائم وجرائم القتل. 64 موقوفا في السجون اللبنانية محكوما عليهم بالإعدام، ومع ذلك تجمد الدولة تنفيذ هذه الأحكام، وفي الوقت نفسه تحتفظ بالمواد القانونية التي تشرع هذه العقوبة. ولكن ماذا اتخذ مجلس النواب من مبادرات للحؤول دون تطبيق هذه العقوبة؟ لن ننزل أو لن نكتب عقوبة إعدام جديدة في القانون، وبأكثر من نص ورد على مجلس النواب كان في عقوبة الإعدام، نحن ألغينا عقوبة الإعدام واستبدلناها بالاعتقال المؤبد. في اقتراح قانون مضيوع 10 نواب من مختلف الكتل بأن ينهي هذه المرحلة، ويقول لبنان ينضم إلى العدد الكبير بل الأكبر من الدول اللي قالت ما بدنا نسمح لدولتنا تكون مجرمة مثل المجرمين. نقابة المحامين في لبنان تدعم رسميا الموقف الذي يرفض تطبيق عقوبة الإعدام، ولكن لبعض المحامين كلام آخر. في رأي بيقول أنه هو مع إلغاء عقوبة الإعدام من ناحية إنسانية، ومن وجهة نظر أنه أنت إذا هيدا المجرم ارتكب جرم عم تنفذ فيه عقوبة الإعدام، أنت عم تعمل فعل مماثل لفعله. بالخيال ما ممكن تتصور واحد يغتصب ابنه، وحدة تقطع جوزة، إرهاب، يعني صرنا بمطرح صار لازم يكون في عقوبة قاسية. حتى النقابة هي مع إلغاء هيدي العقوبة، ولكن إذا بدك تنظر للأوضاع اللي نحن عم نعيشها صار العالم عايش بخوف برعب أنه ما بقى في رادة على المجرم. ولكن ماذا عن أهل الضحايا والذين يعتبرون عقوبة الإعدام القصاص الأكبر لقتلة ذويهم؟ لازم ينقال لأهالي الضحايا أنه همهم همنا وجعهم وجعنا، والعقوبة لازم تكون قاسية.
إنما لازم نكون معهم. نينتنا عم نقول أنه القتل لأنه هن كانوا ضحايا وهن آلمهم القتل، لازم المجتمع يقول القتل مرفوض. 12 دولة في العالم ألغت هذه العقوبة لجميع الجرائم العادية باستثناء جرائم الحرب، و24 دولة تقريبا ما زالت تحتفظ بعقوبة الإعدام في القوانين، ولكنها لم تنفذ هذه الأحكام منذ أكثر من 10 سنوات. ألغت نصف دول العالم العقوبة في الممارسات وفي القوانين في انتظار أن يحسم لبنان موقفه النهائي تجاه هذه القضية التي تتأرجح ما بين حقوق الإنسان والحق العام. ناصر بلوط، قناة الجديد. أين يذهب نفط المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش في العراق وسوريا؟ سيطر تنظيم داعش على غالبية شمالي سوريا وعلى الموصل ومحافظات أخرى في العراق تعد منبعا للنفط. سيطر داعش على 60% من نفط سوريا تقريبا و15% من نفط العراق، وبسيطرته بدأ الحديث عن الجهة التي تشتري نفط تنظيم الخلافة، حتى أن بعض الصحف البريطانية ذكرت أن تركيا وإيران تساعدان في تمويل داعش بشراء نفط العراق بمليون دولار ببيع البرميل الواحد ب25 دولارا. فما صحة هذا الخبر؟ الواقع أن الإقليم الذي تسيطر عليه داعش إقليم يبتعد كثيرا عن حدود الإيرانية و يقترب كثيرا من الحدود التركيه. عبول، انا قد ايه في امكانيه انه ايران تكون عم تشتري نفط داعش عبر تركيا؟ هذا غير وارد اساسا، لانه علاقات بين داعش وايران وليس هنالك اي حدود او اي مسير جغرافي يسهل هذا الامر، واذا تبقى تركيا هي المول وهي محل عبور هذا البترول المهرب. بفعل الجغرافيا والجدوى الاقتصادية سقط الخيار الإيراني، ولكن يبقى السؤال الأساسي أيا كان المشتري، فلماذا لا يجري توقيف عملية البيع والشراء لكون البائع منظمة مصنفة إرهابية؟ هلأ مظبوط، هذا ما بيغير كتير لا بخارطة النفط بالعالم ولا بخارطة النفط الإقليمية، ولكن هذا بيسمح بتمويل حروب أهلية وحروب بين الدول. هلأ ليه ما عم بيوقفوه؟ هذا هو السؤال الكبير، انه اليوم اذا ما بدهم يتدخلوا عسكريا لميت اعتبار بيقولوا، ولكن عندهم كتير محطات، بكل محطة قادرين يحطوا ايدهم على هذا النفط يمنعوا يخلوه بباطن الارض وما يسمحوا لجهة ارهابية انها تستفيد منه، ما بيسمحوا لدولة عضو بالاطلسي انها تسهل هذه العملية، بل تتحول هي لتاجر سواء بتبيعه بسوق المحل لتدعم قطاعات معينة او لتبيعه بر تركيا. عم بحكي حكما عن تركيا. اذا لم يتم استخراج نفط العراق او نفط سوريا اللي بتسيطر عليه داعش، بيأثر شيء على النفط العالمي، على نفط المنطقه ولا لا؟ لا ما رح يأثر. اول شيء النفط السوري كميته قليله، ومن زمان سوريا خارج يعني التأثير بالسوق العالمي كونها بتصدر نسبه قليله جدا. أوكي. العراق بلد عنده امكانيات كبيره، وهذا النفط كله اللي عم نحكي عنه لليوم سواء تحت ايد داعش ولا تحت ايد الاكراد ما بشكل 15% من نفط العراق العام الموجود، عدا انه من زمان من وقت ما العراق طلع من سوق التصدير ايام الحصار على صدام حسين، وبالمرحلة الثانية ما ايران جمدت خفضت الكميات تبعيتها، في دولة على طول الخط جاهزة تغطي يعني وتساعد الامريكان باي شيء له علاقة بسوق النفط العالمي، اللي هي السعودية، اللي اعلنت جهوزيتها من رفع طاقتها الانتاجية من مستوى لمستويات اي نقص بصير بالعالم هي فجأة بكبسة زر بتغطي. فإذا عم نحكي عن حوالي 200-300 ألف برميل، ما عم نحكي عن كميات أصلاً بتهز السوق العالمي أو بتأثر. لكن نقدر نفهم أنه هي نوع من تمويل بطريقة غير مباشرة بغض النظر تتم تمويل داعش؟ كل شيء مبين لحد اليوم هو تمويل حرب، تمويل أسود، بأمن إذا 40,000-150,000 بين مليون ل3 ملايين دولار يومياً لتنظيم يعني إرهابي. هذا بس عم نحكي عن النفط السوري، بعد ما حكينا عن النفط العراقي ففيك تضاعف الكميات يعني ساعتها. أحسن حل بيعفي الأمريكان، بيعفي الأوروبيين، وبيعفي طبعا الدول الخليجية من تورط مباشر بهذا الحرب. هيدا اليوم موضوع النفط طريقة بيعه هيدا بيأكد أنه عاملين كل التغطية
السياسية والاقتصادية والمالية ليقدر هذا التنظيم يتمول، علما أنه هو مصنف تحت يعني بنوده كتنظيم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. عم نحكي عن تركيا، عم نحكي عن السعودية، عم نحكي عن كل هالمنظومة اللي قامت حكت أنه بدها تغير بسوريا واليوم عم تنتقد الحكومة العراقية. مرة جديدة تمرر الصفقات والمصالح الإقليمية والعالمية من تحت الطاولة وبشكل غير علني. أما الرأي العام العربي والغربي فلا حول له ولا قوة لتبيان الحقائق وقراءة الوقائع والتمييز بين الداعم الأول للإرهاب ومموله ومغطيه. رشا الكرم، قناة الجديد. بعد الإعلان، لبنان على سطح المريخ. أهلا بكم من جديد. العامل البنغالي عبد الرحمن ضحية مكيدة للنيل من السفير أم ضحية السفير نفسه؟ تضاربت المعلومات بخصوص حقيقة ما جرى نهار الأربعاء في مبنى السفارة البنغالية بين سفير بنغلاديش ومواطنه العامل عبد الرحمن، وإذ أكد من جاء للتظاهر أمام مبنى السفارة وداخلها أن عبد الرحمن اختطفه السفير وحبسه معه في مكتبه. أكد السفير عبر محامي السفارة أن ما جرى غير دقيق، وأن عبد الرحمن بحسب كاميرا المراقبة جاء إلى مبنى السفارة صباحا ودخل إلى القنصل ليملأ استمارة لمغادرة لبنان، ثم دخل مكتب السفير وتمشى معه قليلا إلى أن فوجئ السفير بمتظاهرين يدخلون مبنى السفارة، فأغلق الباب على نفسه ومعه عبد الرحمن خوفا من هجوم المتظاهرين عليه. وقد أكد المقربون إلى السفير أن علاقته متوترة جدا بالقنصل، وأن هناك دعاوى مقدمة من الطرفين، وما جرى هو مؤامرة حكت على السفير. السفير بس حط الأمور بنصابة، صار يجي ناس بدهم يفبركوا له أفلام. الفيلم اللي فبركوا له هو امبارح وانكشف بالكاميرات وحضرتك طلعت شفتيها، انه اجا شخص بيشتغل عنده بالبيت، فات على السفاره الساعه 11 وفات لعند القنصل وبعدين فات لعند السفير وعم يتجول معه بالسفاره، وتجمعت العالم بنفس الوقت هون عم بيقولوا انه الشخص مخطوف. ليه سكر سفير الباب على حاله؟ لانه بس صار في تجمعات، خاف السفير على حياته، والدوله اليوم امنت له الحمايه وزادت له العناصر الحمايه كرمال حياتهم مهددة بالخطر. المتظاهرون الذين تجمعوا الخميس أمام مبنى السفارة تحدثوا عن فساد فيها وسماسرة وطالبوا برحيل السفير. طيب عم بيقولوا أنتوا حدا بعتكن امبارح أصلا اجيتوا لهون عشان حدا بعتكن لتعملوا هيدا الشيء، يعني مؤامرة؟ لا مستحيل، هيدا كله مكذب. يعني هيدا سفير قبل عملت شيء كذا غلط، مش بس موضوع بس عبد الرحمن، تاني شاب اسمه شوهاج هو شغال نايت جارد بالسفارة، بس كمان بيشغلوا بالبيت يعني سيكوريتي هون، يعني سيكوريتي بس بيشغلوا بالبيت مطبخ مرتو للسفير. انتو كيف التعامل معكم انتو كبنغلاديش كيف بالسفارة تعامل؟ يعني بس بيجي سفارة من مكان بيجي بشي باسبور، يعني نحن ما فيك تاخذ حال، لا سفير حطينا هون اثنين سمسر، شو بدنا نعمل؟ بده اول شيء بده يحكي معه اثنين سمسر. الى الرمل البيضاء وتحديدا الى منزل السفير توجهنا لمقابله عبد الرحمن، فاستقبلنا بثقه وتصرف وكانه في منزله. ما دعيت لحدا، بس هو راح قلب الاوضه على القنصل، مشان بدي ياكل سياد بده يسافر قبل العيد. كرمل هيدا، بس قنصل شو عمل؟ جبل كوميونيتي، جبل شباب، وهو ما بتعرف شيء، هو ما دعيت لحدا. وهيدا هو عم بتقول يعني كله مونيمول هوك، هو بيعمل له هيدا لسه كله، هو ما في مشاكل. نعم مدام مشهد شامبوركو بحالو، قول له مدام كتير مي عم بتحبه لقاله، بس كل إنسان عم بيمشي على نفس الخط، في شيء يعني غلطة بتعيط عليه، بس هيدا مثل أمي يعني أنا ما في مشكلة. في انتظار نتائج التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث. أصدر مجلس الشورى في حزب الله سلسلة قرارات تتعلق بإعادة تنظيم المؤسسات والوحدات المعنية بالشأن الإعلامي، أبرزها تعيين المستشار الإعلامي للسيد حسن نصر الله الحاج محمد عفيف مسؤولا عن وحدة العلاقات الإعلامية في الحزب. وقد سبق لعفيف أن تولى هذه المسؤولية في وقت سابق قبل أن يتولى إدارة الأخبار والبرامج السياسية في قناة المنار، حيث كان له دور كبير في التغطية المباشرة والمستمرة طوال عدوان تموز، وهو يتولى مجموعة من العلاقات الإعلامية بحكم منصبه كمستشار إعلامي للسيد نصر الله. في عين الحلوة التضامن مع غزة بالصواريخ والدماء. تستمر في مخيم عين الحلوة التحركات والحملات الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تأكيدا لخيار المقاومة، وقد وضعت مجسمات لمنصات صواريخ ونفذ مكتب العمل المقاوم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدريبا عسكريا رمزيا في أحد مقاره في المخيم.
من جهة ثانية، وبعدما تخطى عدد الجرحى في فلسطين 1500 جريح، انطلقت في مخيم عين الحلوي حملة تبرعات بوحدات الدم للجرحى الفلسطينيين في مستشفى النداء الإنساني، حيث توجه عدد كبير من أبناء المخيم للتبرع بوحدات من دمائهم على أن تنقل هذه الوحدات عبر الصليب الأحمر الدولي إلى قطاع غزة. السفير الفرنسي باتريس باولي يأمل من اللبنانيين عدم اعتياد الفراغ في الرئاسة الأولى، ويؤكد أن لا فيتو على أي مرشح. بعد لقاء جمعه برئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، جدد السفير الفرنسي باتريس باولي موقف بلاده الداعي إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان. على اللبنانيين لا يتعودوا على الفراغ في رئاسة الجمهورية، ونحن نطلب كأصدقاء لبنان، وليس لنا أي مرشح، ليس لنا أي فيتو، لكن ننادي اللبنانيين لانتخاب الرئيس في أقرب ممكن. ومن عين التين حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلاملي من التأثير السلبي للشغور في منصب الرئاسة على عمل كل مؤسسات الدولة وخصوصا مجلس النواب. وفيما يتعلق بالأمور السياسية، اتفقنا على تأثير سلبي للشغور في منصب الرئاسة على عمل كل المؤسسات في الدولة، وخاصة طبعا هنا في البرلمان. الأمر الذي يزيد وضوحا يوما بعد يوم، ويبين هذا ضرورة عمل جميع الأطراف من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن. وكان بري قد التقى الوزير السابق جون عبيد. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. الأزمة الوزارية المتعلقة بعمل مجلس الوزراء والخلاف الحاصل في كيفية تسيير أعمال المجلس كي لا تقع البلاد في الفراغ الكبير كان مدار بحث بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الاتصالات بطرس حرب. واستقبل سلام وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، ثم قائد الجيش الأمير جون قهوجي الذي عرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد. العلاقات اللبنانية الفرنسية عرضها الرئيس نجيب ميقاتي مع السفير الفرنسي باتريس باولي، واستقبل ميقاتي وزير الصحة وائل أبو فعور ووزير الثقافة روني عريجي ووزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنر. في إطار جولته على المسؤولين اللبنانيين، زار مفوض الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية كريستوف شرايسر وزير الخارجية جبران باسيل، ثم وزير الداخلية نهاد المشنوق. وقد أوضح الضيف الألماني أن هدف اللقاءات التعرف عن كثب إلى أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان الذين فاق عددهم مليون لاجئ، والبحث في سبل مشاركة المجتمع الدولي في الأعباء المترتبة على لبنان نتيجة النزوح السوري. رأى وزير الأشغال غازي زعيتر بعد لقائه السفير الإيراني محمد فتح علي أن ما يقال من أن الحكومة معطلة غير صحيح، فالحكومة تؤدي دورها وعلى الكتل النيابية القيام بمسؤولياتها لجهة تشريع القوانين الملحة وإقرارها. وعن شغور موقع رئاسة الجمهورية، أكد زعيتر أن على الجهات السياسية كافة العمل لانتخاب الرئيس اليوم قبل الغد والاتفاق على مرشح يجمع بين اللبنانيين، وهذا ما يعمل له الرئيس نبيه بري بصفته الدستورية والسياسية. في اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، دان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى العدوان الصهيوني الهمجي على غزة، وناشد الجهات السياسية المعنية تحمل مسؤوليتها الوطنية لإخراج لبنان من أزماته. يسجل المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى استهجانه وأسفه الشديدين لتعطيل عمل المؤسسات الدستورية بدءا من استمرار شغور سدة رئاسة الجمهورية، وطالب كافة الوزراء العمل على عدم تعطيل عمل مجلس الوزراء لتجنب الوصول إلى فراغ إضافي وشل العمل المؤسساتي كما هو حاصل في المجلس النيابي. نفذ أهالي وموظفو وعمال المخطوف محمد يوسف جابر اعتصاما أمام سوق الخضر في قب الياس البقاع الأوسط، طلبوا فيه بالإفراج عنه. نحن لغاية اليوم عم نعتصم بشكل سلمي، ما بدنا نعمل مشاكل، ما بدنا نقطع طرقات. نحن عم نتمنى تمني من الأجهزة الأمنية تضاعف جهودها لا أكثر ولا أقل. ودان المعتصمون كل عمليات الخطف العشوائي الممارسة على الأبرياء. المستطلع يكتشف لبنان على سطح المريخ. للمرة الأولى منذ هبوطه على سطح المريخ في آب عام 2012، اكتشف كيوريوزيتي أو المستطلع بالعربية
وهو اسم مستكشف وكالة الفضاء الأمريكية نازا، حجرا نيزكيا حديديا على سطح المريخ يشبه في شكله ولمعانه الأحجار المكتشفة سابقا على الكوكب. وقرر العلماء إطلاق اسم لبنان على الحجر، فيما سميت القطعة الصغيرة المنفصلة عنه لبنان باء. وتظهر على سطح النيزك تجاويف على شكل زوايا، يعتقد أنها ناتجة من تآكل على طول حدود معادنه في صورة عالية الجودة التقطها كوريوزيتي بكاميراته بعد 640 يوما مريخيا، واليوم المريخي أطول من اليوم الأرضي بنحو 37 دقيقة. أما عن اسم الحجر فلم يعرف بعد لماذا اختارت نازا تسمية النيزك الحديدي لبنان، والمعلوم أنها تسمي عادة النيازك باسم المكان الذي تسقط فيه على الأرض. بعد الإعلان، بطاطا على هيئة كلب. أهلا بكم من جديد. في فرنسا هاجمت مجموعة من المتظاهرين اليهود المؤيدين لقصف غزة حيا تقطن فيه أقلية عربية من المغرب والجزائر، وأقدمت على تحطيم المتاجر الخاصة بالعرب وشتم غزة، فباغتهم شبان جزائريون وطاردوهم في الشوارع. فتدخلت الشرطة لحماية المتظاهرين اليهود وأطلقت الرصاص المطاطية والغاز على العرب. بعد شرائه صندوقا من البطاطا، عثر أحد موظفي السفارة الفرنسية فيه على رأس بطاطا على شكل كلب يبلغ وزنه أكثر من 3 كيلوغرامات. هذا هو، هذا منخوره، هو بعضهم تراب عليه، تمه العيون مش ما حدا دقرهم، ديني أكيد الإجرين هون، هو إجراء إيداء الدين، هودي ليك من هون دينين كيف مبينين، كمان رفع راسه لفوق. ونبقى الآن مع الجولة على أبرز عناوين الصحف، والبداية مع النهار. نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي باجتياح غزة، وحماس تحذر من عواقب مروعة للعملية. إسرائيل تقول إن الهدف ليس إسقاط حكم حماس للقطاع. ليبرمان اتهم تركيا وقطر بالضغط على حماس لترفض المبادرة المصرية. حوار ثلاثي لحل الخلافات الحكومية، الراعي لا مرشح ولا فيتو لبكركي. الكارثة الجوية الماليزية أسوأ حدث في الأزمة الأوكرانية. إلى السفير، غزة وحيدة تقاوم ولا تستسلم، مئات الضحايا والعدو يطلق الغزو البرية باسم إنقاذ التهدئة المتعثرة. بري، ماذا يفعل النواب غير قبض رواتبهم؟ السلسلة الشرقية تشتعل وعرسال ترفض المسلحين. مارسيل خليفي يزرع فلسطين في جبيل. كارثة في سماء أوكرانيا، مقتل 300 في إسقاط طائرة، هل كان الهدف طائرة بوتين؟ الأخبار، في الأخبار على الصفحة الأولى اليوم عنوان وحيد، إسرائيل تفاوض بالنار. إلى الأنوار، الحريري يطرح اليوم مبادرة لمعالجة الأزمات. السيسي وعباس يدعوان إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني، بدء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة. حكومة أوكرانيا، صاروخ من الانفصاليين أسقط الطائرة الماليزية بركابها 300. شركات طيران تتجنب المجال الجوي الأوكراني. تصاعد المعارك في القلمون قرب الحدود اللبنانية. إلى صحيفة الديار وأبرز العناوين، نتنياهو بدأ هجومه البري والمقاومون جاهزون لتحويل غزة مقبرة لجنوده. غزة تكتب بصمودها فجرا جديدا وستنهي عصر التفوق الإسرائيلي. داعش يخطط لتهجير المسيحيين والدروز والشيعة. محمد عفيف مسؤولا إعلاميا لحزب الله. بري، لا رواتب آخر الشهر، والحريري يرد اليوم. دول أرسلت جنودا لتعزيز أمن سفاراتها. المعارك تتصاعد على معابر عرسال القلامون. في المستقبل، هدنة إنسانية استأنفت إسرائيل بعدها المجازر بحق الأطفال. غزة تحت النار برا وبحرا وجوا. خطاب مرتقب للحريري يتناول أوضاع لبنان والمنطقة. وأبو صعب يعول على لقاء السنيورة وهيئة التنسيق. عيد الجيش بلا سيوف.
الادعاء يصد محاولة اختلاق الدفاع لأسوار القرار الاتهامي. تحطمت في شرق أوكرانيا والأمريكيون يرجحون إسقاطها بصاروخ. فاجعة طائرة ماليزية ثانية تصدم العالم. انقسام في طهران بشأن بديل المالكي والجبور إلى إيران الأسبوع المقبل. من عناوين البناء: حرب إلكترونية أمريكية إيرانية في سماء فلسطين. أنجز الاتفاق فأطلق نتنياهو الهجوم البري ليوقفه دون الفشل. حزب الله والجيش السوري ينهيان فصل الزبدان عن القلمون وتأمين الحدود. هل كان بوتين المستهدف من إسقاط الطائرة الماليزية؟ في اللواء أبرز العناوين اليوم: إسرائيل تغامر إطلاق الهجوم البري، الضغط الميداني لم يوقف مساعي التهدئة وحماس تتوعد الاحتلال. سلام لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، التوافق لا يعني تعطيل الحكومة. الحريري يطلق الخطة باء لانتخاب رئيس، واجتماع ليلا بين خليل ونادر الحريري. إسقاط طائرة ماليزية فوق أوكرانيا، أكثر من 300 قتيل بينهم 23 أمريكيا. قتال عنيف بين حزب الله والنصرة بالسلسلة الشرقية ومواجهات كر وفر تتركز بين جرود القلمون وعرسال. ننتقل إلى صحيفة البلد، لقاء ثلاثي على خط الأزمة وكلمة منفتحة للحريري اليوم. ورقة العدوان البري، الأكراد يضخون النفط وبروز أول مرشحي الرئاسة. دمشق بعض الدول تراجع مواقفها. في الجمهورية إسرائيل تبدأ اجتياح غزة. إيران تعيد حساباتها في المنطقة. من عناوين الحياة: مقتل 14 عسكريا تونسيا بهجومين لكتيبة عقبة بن نافع في جبل الشعانب. القاعدة أحرقت الجنود ساعة الإفطار. مفاوضات مكثفة في القاهرة وعباس إلى تركيا، والروح تدب في غزة خلال تهدئة إنسانية. الهدنة تنتظر حل عقدة حصار غزة. المرابطون تدعي المسؤولية عن قتل فرنسي في مالي. إشارات إلى انشقاق القاعدة المغاربية وتجاذب القيادة بين داعش والظواهر. حرب صامتة بين مكونات ائتلاف المالكي. أكثر من 300 قتيل واتهامات متبادلة بين كييف وموسكو. إسقاط طائرة ماليزية فوق أوكرانيا. داعش يسيطر على حقل للغاز في حمص. ختاما مع عناوين الشرق الأوسط: إسرائيل تعلن إحباط عملية تسلل من القطاع، والقسام تؤكد نجاحها. وزير خارجية مصر: مبادرة غزة لا تقتصر على وقف النار. أزمة بين الحكومة والبرلمان حول القوات الأجنبية. ليبيا تطلب من مجلس الأمن حماية حقول النفط. تبادل التهم بين كييف والانفصاليين حول الجهة المسؤولة عن الكارثة. هلع دولي بعد إسقاط طائرة ماليزية تقل 295 راكبا في أوكرانيا. وفي الختام نذكر بالعناوين. كان في هذه النشرة: غزة تشيع أطفال الشاطئ. وتستعد لتشيع أطفال جدد. الاحتلال يصعد عدوانه على القطاع برا وبحرا وجوا. ماليزيا تطالب بفتح تحقيق بعد إسقاط طائرتها ومقتل جميع ركابها. عودة المارينز من باب أمن السفارة. The Marines themselves, the Marine Security Guard program is an internal program. It doesn't have to do with outside security. إلى أين يضخ نفط الخلافة؟ هيدا اليوم موضوع النفط، طريقة بيعه، هيدا بيأكد أننا عاملين كل التغطية السياسية والاقتصادية والمالية ليقدر هذا التنظيم يتمول. عقوبة الإعدام بين حق الضحية والحق العام. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.